التحذير من خطوات الشيطان. أذكار الصباح وأذكار المساء وهكذا بقية الأذكار حتى تكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى والذاكرات، فإن من بركة العلم أن وفقك الله سبحانه وتعالى للعمل بالعلم، وإلا صار حجة عليك عياذا بالله. كان أبو هريرة يسبح الله في اليوم 12,000 مرة ويقول إنها على قدر ذنوبي أو قال على عدد ذنوبي. هذا أبو هريرة الذي ملأ الدنيا علما، ولا زال الناس من عهد التابعين وإلى ما شاء الله وهم على المنابر وهكذا في المجالس يترضون عن هذا الصحابي الجليل. محاضرة للشيخ الفاضل نور الدين السدعي حفظه الله كانت بتاريخ 1546 ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم عداوة الشيطان للإنسان وعداوة الشيطان لبني آدم، وذكر الله عز وجل منشأ هذه العداوة حين أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس ليس من الملائكة إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر خاص، قال الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلا يشكل علينا كيف يعاقب الله إبليس والأمر للملائكة، وإبليس ليس من الملائكة، إبليس أمره الله وعينه بالأمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلما امتنع إبليس من السجود لأبينا آدم عليه السلام سجود التحية، عند ذلك طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وجعل عليه لعنته إلى يوم الدين. فطلب إبليس من الله سبحانه وتعالى طلبا، وهو أن ينظره إلى يوم البعث، أن يمد في عمره إلى يوم البعث والنشور. ماذا يريد إبليس من هذا الطلب؟ إنه يريد أن يتمكن من إضلال بني آدم، من إضلالك أيها العبد المسلم الذي أمرك الله سبحانه وتعالى بعداوة الشيطان. فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما طلب، وأمهله الله سبحانه وتعالى أو مد في عمره إلى يوم الدين. ماذا قال إبليس في ذلك الحال عند أن طرد من رحمة الله عز وجل؟ وقال الله له: أخرج منها مذءوما مدحورا. وقال الله عز وجل له: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عند ذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله تعالى أنه سيغوي بني آدم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سيأتيهم من الجهات الأربع، عن اليمين وعن الشمال وهكذا من الأمام أيضا ومن الخلف، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال:
أنه قال: لأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، فوعد أنه سيضل بني آدم، وأنه يأتيهم بالوعود الكاذبة، وأنه يسعى في إضلالهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قص الله عز وجل علينا هذه القصة لنأخذ العبرة من عداوة الشيطان للإنسان، ولنحذر أيضا من خطوات الشيطان، ولنحذر من نزغات الشيطان، ولنحذر أن نكون ممن يقع في حبائل الشيطان عياذا بالله سبحانه وتعالى. قص الله عز وجل علينا قصته مع أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام حين نهاهما الله سبحانه وتعالى من الأكل من تلكما الشجرة، وأباح لهما ما سواهما من الأشجار، فما زال الشيطان بهما حتى أكلا من هذه الشجرة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أقسم لهما بالله تعالى إنه لهما لناصح، وأنه إنما يريد لهما الخير، وأنه إنما يريد لهما ما فيه المصلحة والمنفعة لهما. هكذا الشيطان أتى إلى أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، ولا زال الشيطان كذلك يغوي بني آدم، ويأتي عن طريق شياطين الجن أو عن طريق شياطين الإنس، ويأتيك بصورة الناصح وأنه ما أراد لك إلا الخير، فربما صرفك عن طلب العلم، وأقسم لك بالله إنه لمن الناصحين، وأنه يريد لك أن تؤمر مستقبلك، وأن يكون عندك كذا وكذا في المستقبل، وأنك إن بقيت في هذا المكان إنما تضيع نفسك، وأنك تعرض مستقبلك للإنهيار وهكذا للدمار والضياع عياذا بالله سبحانه وتعالى. فكم أغوى الشيطان من طلبة العلم، وكم أغوى من العباد، وكم أغوى من الصالحين، وهو في صورة الناصح وفي صورة المشفق، وهو العدو الماكر عياذا بالله سبحانه وتعالى. حذرنا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، وحذرنا من الافتتان بالشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي لكما عبرة في أبويكما حيث ما زال بهما حتى أخرجهما من الجنة، وكان لهما في صورة الناصح، وهكذا في صورة المشفق والمحب عياذا بالله تعالى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال الله عز وجل في أربع مواضع في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نهانا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان في أربع آيات في كتابه الكريم، والخطوة هي المسافة القصيرة، ومعنى ذلك أن الشيطان من مكره بالإنسان لا يأتيه بالمعصية ابتداء، وإنما يأتيه خطوات أي شيئا فشيئا حتى يوقعه في المعصية الكبيرة عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يأتي للعبد الصالح ويرغبه في الزنا ابتداء، يأتيه عن طريق النظر، فإذا استسلم للنظر يأتيه إلى شيء أكبر من ذلك وهو المحادثة، وهكذا الدردشة والكلام والتواصل، حتى يقع في المنكر الذي ما كان يخطر له على بال، ولا كان يتوقع يوما أن يقع في هذا المنكر، ولا أن يقع في هذه المعصية عياذا بالله تعالى. لكنه حين استرسل مع خطوات الشيطان ولم يغلق الباب على الشيطان، ما زال به حتى أوقعه في معصية الله تعالى. فامتثلوا نهي الله عز وجل باجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، إياكم أن تستسلموا لوساوس الشيطان وهكذا لتدين الشيطان. لا تقل هذه معصية صغيرة، إن الصغيرة تجرك إلى كبيرة،
وإنها تجرك إلى ما هو أكبر من ذلك، حتى ربما خرج العبد من دائرة السنة، وربما خرج من الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا الذي يريده الشيطان، أن يوقعنا في العداوة والبغضاء، أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، وأن يوقعنا في الفحشاء والمنكر عياذا بالله سبحانه وتعالى. يعدهم ويمنيهم، يأتيه بالوعود الكاذبة، وأنك إن فعلت كذا سوف يكون لك كذا وكذا، وهكذا يمنيه بالأمان الباطلة حتى يكفر بالله عز وجل أو يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك يتبرأ منه الشيطان بعد ذلك. فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فلنحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن المعصية الصغيرة هي الخطوة الأولى للشيطان لإيقاعك في المعصية الكبيرة. فاحذر على نفسك من صغار المعاصي، فإنها خطوات الشيطان، وإنها السلم الذي يوصلك به الشيطان إلى المعاصي الكبيرة عياذا بالله تعالى. احذروا من معاصي اللسان، احذروا من معاصي السمع، احذروا من معاصي البصر، احذروا من معاصي كذلك أيضا القلب وما أشبه ذلك من المعاصي والسيئات، فإنها بريد الشيطان، وإنها الموصلة إلى المعاصي الكبيرة عياذا بالله تعالى. قال شيخنا الوادع رحمه الله: أنت يا طالب العلم أحوج ما تكون إلى البعد عن معصية الله تعالى حتى لا يطمس الله بصيرتك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنت يا طالب العلم أحوج الناس بالبعد عن المعصية، لأنك تريد أن تنال العلم، وتريد أن تنال الفهم، وتريد أن تنال المنازل العالية، فأنت أحوج الناس بالبعد عن المعاصي والسيئات. وعلى أن تكون ورعا في مطعمك، وهكذا في لسانك وفي قولك وفي جميع شؤونك، لا تقع في شيء من معصية الله، ولا تستسلم لخطوات الشيطان حتى لا يطمس الله بصيرتك بعد ذلك. فكم من معصية كانت سببا لزيغ القلب، وكم من معصية كانت سببا لانتكاسة صاحبها، وكم من معصية استهان بها صاحبها فكانت سببا لزيغه وانحرافه عياذا بالله سبحانه وتعالى. إن الشيطان له خطوات كثيرة وله عقبات كثيرة، فإنه يثبتك قبل العمل عن القيام بهذا العمل. فإذا جاهدت نفسك وقمت بهذا العمل، فإنه يأتيك بالرياء في خلال العمل، وهكذا عدم إتقان العمل. فإذا جاهدت نفسك في خلال العمل، فإنه يأتيك بعد الفراغ من هذا العمل، يأتيك عن طريق العجب أو الغرور أو ما أشبه ذلك، يحاول أن يفسد عليك العمل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي كما يعاديكم الشيطان ويحاول أن يصدكم عن ذكر الله ويحاول أن يفسد عليكم أعمالكم، فاتخذوه عدوا كما يعاديكم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان يأتي للعبد عن طريق الحسد الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان هذا العبد صالحا وجاهده في أمور كثيرة فإنه يأتيه من باب الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، فيقذف في قلبه
أن يتمنى زوال النعمة عن زميله أو عن قرينه الذي هو منافس له في طلب العلم، يتمنى أنه ما وصل إلى هذه المنزلة. هذه معصية في القلب، وهي من خطوات الشيطان عياذا بالله تعالى، فجاهد نفسك على ترك هذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اعرض نفسك على هذا الحديث، هل أنت ممن يحب لأخيه كما تحب لنفسك؟ هل أنت ممن يحب لأخيه أن يكون حافظا للقرآن، أن يكون متفوقا في اختباره، في أعماله، في شؤونه كلها كما تحبه أنت لنفسك؟ فإن كانت فيك هذه الخصلة فاحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وإن كنت لا تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير، فاعلم أنك واقع في كبيرة من حيث لا تشعر عياذا بالله عز وجل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله لا يؤمن دليل على أن هذا الفعل كبيرة، على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو هذا الفعل أو ما هو هذا المرض الذي قل أن يسلم منه أحد؟ أنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر، هل وصلت إلى هذه المنزلة؟ هل أنت ممن يحب لإخوانك ما تحبه لنفسك؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله، وإلا فجاهد نفسك على أن تكون بريئا من هذا المرض، وأن تكون محبا للخير للغير كما تحبه أن يقع لك أنت، حتى تسلم من هذا المرض والداء العضال. إن الشيطان يأتينا عن طريق الشهوة، يأتينا عن طريق الحسد، يأتي عن طريق الشهوة، فيزين للعبد النظر إلى الحرام أو التحدث مع المرأة الأجنبية أو مصافحة المرأة الأجنبية باعتبار أنها من قريبات الزوج أو ما أشبه ذلك. وهذا كله من خطوات الشيطان، إنه يأتي عن طريق الحسد، إنه يأتي عن طريق كذلك الشهوة، إنه يأتي كذلك عن طريق الغضب، وهو من أوسع الأبواب التي يدخل بها الشيطان على العبد. لهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أوصني يا رسول الله. والوصية هي العهد بالأمر الهام، أي أريد أمرا هاما توصيني به يا رسول الله. ماذا قال له نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا تغضب. فردد ذلك الرجل مرارا، أي يريد شيئا أو وصية أكثر من هذا الأمر، فقال له: لا تغضب. جاء في بعض الروايات أنه قال: ففكرت فإذا الغضب جماع الشر كله، جماع الشر كله عن طريق شهوة الغضب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإن الرجل إذا غضب، أو إن العبد إذا غضب، فإن الشيطان يوقعه في معاص كثيرة عياذا بالله تعالى. فلهذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغضب. قال العلماء: وليس المراد أنه يترك الغضب، فإن هذا شيء خلقه الله في الإنسان، وإنما معنى الحديث لا تغضب أي لا تعمل الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. ومن أهل العلم من قال: أي لا تنفذ ما يريده الغضب، فإن الرجل إذا غضب ربما أراد الانتقام ووقع في الظلم ووقع في البغي عياذا بالله تعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، أي لا تنفذ ما يريده الشيطان حال الغضب. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل يبعدني من غضب الله عز وجل. فقال له عليه الصلاة والسلام: ترك الغضب، أي إنك إذا تركت تنفيذ الغضب والأسباب المؤدية إلى الغضب، فإن هذا مما يبعدك عن غضب الله سبحانه وتعالى وعن سخط الله عز وجل. فإن الغضب فيه جماع الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. إن الرجل إذا غضب ربما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ربما طلق في غير ما أباحه الله عز وجل، ربما سب أو لعن،
وربما قال كلمة الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نملك أنفسنا عند الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد أي الجريء والشجاع بين الناس الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يصرع الشيطان ويصرع نفسه فيملك نفسه عند الغضب، فلا يقع في شيء من معصية الله تعالى عند وقوعه في الغضب، وإنما يكون مالكا لنفسه عند هذا الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: السرعة فينا الذي يصرع الناس. فقال: بل السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي، وهذا هو الذي تغلب على نفسه وتغلب على الشيطان، الذي يملك نفسه عند الغضب. فيجب علينا أن نبتعد عما يثير الغضب، وأن تكون معتدلا في أقوالك وأفعالك في حال الرضا، وهكذا في حال الغضب، وبالأخص من كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتحلى بالحلم، وأن يتحلى كذلك بالصبر، وأن يملك نفسه عند الغضب. فربما غضب فتجاوز في الحكم على الآخرين، وتكلم في مؤمن بما ليس فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ربما غضب في حال غضبه فتجاوز في الحكم على أخيه، ربما نفر الناس عن الخير لأنه ليس متحليا بالحلم، فلا يجد عندهم الاستجابة ولا يجد عندهم قبول النصيحة، فربما غضب وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربما كان سببا في انتكاسة الآخرين لأنه لم يملك نفسه عند الغضب. إن الغضب مفتاح لشرور كثيرة عياذا بالله سبحانه وتعالى، فأنت محتاج إلى أن تتحلى بالحلم، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما انتقم لنفسه قط، فما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. فليست نفسك بأغلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست مكانتك بأرفع من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما كان ينتقم لنفسه قط، وإنما كان ينتقم لله سبحانه وتعالى. يأتيه الأعراب ويكذبه بردائه عليه الصلاة والسلام، ويقول له: يا محمد أعطني ليس من مالك ولا من مالي، اعطني من مال الله. ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أحدنا في هذا الموقف ربما يلتفت إليه يعنفه على أقل الأحوال، يأتي ويخنقه بردائه عليه الصلاة والسلام ويستفزه بهذه العبارات: اعطني من مال الله. فيلتفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، ويعطيه مالا كثيرا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحلم الذي قال الله عز وجل عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان نبينا عليه الصلاة والسلام ذات يوم في بيت عائشة، فأرسلت أم سلمة بطعام أو بصحفة فيها طعام إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا حصل في هذا الموقف؟ إن أم المؤمنين عائشة أخذها الغضب في ذلك الوقت، أو نقول أخذتها الغيرة التي هي غريزة في النساء، فأخذت يدها وضربت الصحفة حتى انكسرت الصحفة، وتطاير الطعام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي لماذا ترسل طعاما إلى بيتي وليس هو يومها، وإنما كان يوم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ليتخيل أحدنا أنه في هذا الموقف، وأن زوجته أو أحد أولاده
يضرب الطعام حتى تنكسر الصحفة ويتطاير الطعام في ذلك المكان. إن أحدنا ربما سب أو شتم أو طلق أو طردها من البيت أو عمل أعمالا يشفي بها غليلة ويروي بها عليلة ويرى أنه أدب هذه المرأة وأنه أحسن في هذا الموقف. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان رحيما وكان حليما، يا ترى ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام عند حدوث هذا الموقف؟ تنكسر الصحفة وتطاير الطعام بين يده عليه الصلاة والسلام. سكت قليلا حتى سكن غضب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن السكوت هو العلاج في مثل هذه المواقف. عند أن تغضب الزوجة أو الزوج فإن السكوت من الطرف الآخر هو من أحسن العلاج لمثل هذا الموقف. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بصحفة وأمر بالطعام أن يوضع في هذه الصحفة ورده إلى بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقال طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت القضية عند هذا الموقف. لو كان أحدنا ربما طالت القضية وربما استمرت أياما أو أشهرا عديدة وربما أدت إلى الفراق، لكنه حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذه من مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حلول الغضب، أنه كان يتحلى بالصبر، وأنه كان يتحلى بالحلم، وأنه كان يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة. يأتيه الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله. يا ترى ما هو الموقف من أحدنا أن يأتيه أحد الناس ويقول له ائذن لي في الزنا أو في شرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر؟ يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول له ائذن لي في الزنا، إنه في حالة فيها استفزاز وفيها ما يثير الغضب في هذه الحال. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ربما أحدنا يطرده من مجلسه مباشرة، أو يزجره وينهاه، أو يزجره ولا يلتفت إليه، لكنه حاوره عليه الصلاة والسلام بحوار فيه الحكمة والموعظة الحسنة. قال له أترضاه لأمك؟ فقال له لا يا رسول الله، أو قال أعوذ بالله. قال أترضاه لأختك؟ فقال أعوذ بالله. قال أترضاه لابنتك؟ قال أعوذ بالله. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، أي كما ترضاه كما لا ترضى أن يقع في أحد أقاربك، فإن الناس كذلك لا يرضون أن يقع الزنا في أحد أقاربهم. هذا شيء من حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي الأعراب من البادية ويبول في ناحية من نواحي المسجد، ما هو موقف الناس في هذه الحال؟ ربما ضرب في الحال وأخرج في الحال ولا يمكن من هذا الفعل، فعند ذلك هم الصحابة بضربه. يأتي هذا الأعرابي من البادية ويربط المركوب الذي كان عليه بسارية من سوار المسجد، ثم يأتي ويبول قائما في زاوية من زوايا المسجد، عند ذلك هم الناس بضربه. هذه أطهر البقاع ولم تبن لشيء من النجاسات، وإنما بنيت للصلاة والعبادة ولذكر الله عز وجل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوه حتى يكمل بوله. يا له من موقف، من موقف حكيم من نبينا عليه الصلاة والسلام. فدعوه، قال دعوه حتى يكمل بوله. قال أهل العلم لو ضرب في ذلك الحال ربما بال وتفرق بوله في أنحاء المسجد هنا وهناك، لكن من حكمته عليه الصلاة والسلام أن جعله يكمل هذا الأمر في مكان واحد. ثم دعا بذنوب من ماء فصبه عليه الصلاة والسلام، وقال له عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال له نبينا عليه الصلاة والسلام.
فهذا شيء من صبر رسول الله وشيء من حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم وأن يتحلى به الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال قوم نوح لنوح عليه السلام؟ قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. نبي من أنبياء الله دعاهم ليلا ونهارا ودعاهم سرا وجهارا ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقال له: إنا لنراك في ضلال مبين. لو كان أحدنا ربما رد عليهم بالمثل وقال: بل أنتم الضلال وأنتم الفجرة وأنتم الكفار وأنتم أنتم. لكن ماذا كان جواب نبي الله نوح عليه السلام؟ قال نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا هود عليه السلام يقول له قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. هكذا هو خلق أنبياء الله عليهم السلام. فلنتأسى بهؤلاء الأنبياء الأخيار. إذا قال لك صاحبك: أنت كذا وكذا، قال لك: إن بك سفاهة أو إن بك كذا وكذا، فليس من الواجب أن ترد عليه بالمثل. لك أن تتحلى بمعالي الأخلاق وتقول له: لست كما شبهتني بكذا، وليس بي ما وصفتني به من كذا وكذا. ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه مر يوما في المسجد وكان معه من حوله من الحرس، وكان المسجد مظلما، فمر على رجل حتى استيقظ، أي مر على هذا الرجل وأيقظه من غير أن يشعر بذلك. فاستيقظ هذا الرجل ولا يعلم أنه الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقال له: أنت مجنون؟ فعند ذلك هم به من كان معه، هم بضرب هذا الرجل أو زجره، فقال: دعوه، إنما سألني هل أنت مجنون؟ فقلت له: لست بمجنون. وانتهت القضية وانتهى الخلاف في ذلك الوقت، وهو الخليفة الراشد بإمكانه أن يسنه أو يؤدبه، لكنه أنهى الخلاف بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا قال لك: أنت مجنون، أنت كذا، بإمكانك أن ترد عليه وتقول: ليس بي كذا وكذا، كما هو دأب الأنبياء وهكذا دأب الصالحين عليهم السلام. إن مما يجعلك أن تكون في هذا المقام الرفيع أن تتذكر فضل العفو عن أخيك المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إنك إن عفوت عفى الله سبحانه وتعالى عنه، والجزاء من جنس العمل. ذكر عن أحد الصالحين أنه كان في حياته إذا ذكر له خصام عن رجل أو أن رجلا قال فيه كذا وكذا يكثر من قوله: الماضي لا يذكر، أي وتنتهي القضية عند ذلك الحين، ولا يفتح أذنه لمن يريد أن يؤجج الفتنة أو يغر صدره على الآخرين. هذه عبارته، أنه يردد قوله: الماضي لا يذكر. فلما توفي هذا الرجل الصالح رؤيا بعد وفاته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قال الله الماضي لا يذكر، عفى الله سبحانه وتعالى عنه كما كان يعفو عن عباده في الحياة الدنيا. كان يرجل قوله: الماضي لا يذكر، فرؤي في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: قال الله سبحانه وتعالى: الماضي لا يذكر. فهذا هو الخلق الرفيع، وهذه المنزلة العالية، وكذلك أيضا المنقبة العظيمة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنك إن عفوت عن أخيك المسلم فإنك تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أما إن كنت تنتقم للنفس فإنه لا يؤمن أن تقع في الظلم، وهكذا في التجاوز وفي البغي على الآخرين. هذا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان يؤدب غلاما له وقد اشتد به الغضب، فجعل يضرب هذا الغلام. قال: فسمعت صوتا من خلفي ولم أفهم الصوت من شدة الغضب،
قال: وإذا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ماذا قال أبو مسعود لما سمع هذه الموعظة من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو حر لوجه الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. أعتقه لوجه الله عز وجل. فاجعل هذا الحديث نصب عينيك إذا أدبت غلامك، إذا أدبت ولدك في البيت الذي أنت قادر على تأديبه وأنت قادر على أن تتجاوز في حقه. إذا أدبت من كان لك ولاية عليه، فاجعل هذا الحديث نصب عينيك أن الله أقدر عليك منك على هذا الرجل. فاتق الله سبحانه وتعالى ولازم العدالة حتى في من كان تحت يدك وفي من كان لك الحق في تأديب هذا الرجل أو في تأديب هذا الغلام، فإن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يأمرنا الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار الذين كفروا بالله: لا يحملنكم بغض الكفار على أن تتجاوزوا الحد في حق الكفار. هذا في حق الكافر، فما بالك في حق أخيك المسلم؟ فإنه سيكون من باب أولى وأحرى. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بمراقبته في الخصوم وأن نعدل فيهم ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. ومن مواقف العلماء في ذلك موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال رحمه الله: قال: فإني وإن تجاوز خصمي في حقي، قال: بتكفير أو تفسيق أو تبديع، قال: فإني أضبط ما أقوله وأفعله ولا أتجاوز حكم الله سبحانه وتعالى فيه. هذا هو خلق العلماء الصالحين. قال: إني أضبط ما أقوله وأفعله ولا أتجاوز حق الله سبحانه وتعالى فيه. كان في عهد شيخ الإسلام رجل من قضاة المالكية، هذا الرجل اسمه ابن مخلوف المالكي. هذا الرجل كان يسعى في قتل شيخ الإسلام ما وبذل ما أمكنه في ذلك، وأفتى بحل دم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمرت الأيام ومات الخليفة وجاء خليفة آخر، وكان يبغض ابن مخلوف المالكي، فاستغل هذه الفرصة في نظره وجاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه فتوى بحل دم ابن مخلوف الذي كان يفتي بحل دم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا ترى ما هو موقف شيخ الإسلام؟ هل استغل هذا الموقف أو استغل هذه الفرصة؟ إنما رد عليه شيخ الإسلام بقوله: قال: أعيذك بالله عن سفك دماء المسلمين، ما كان لله سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق به القتل، أي ما كان من حق الله، فإن ما ارتكبه ابن مخلوف لا يستحق به القتل. قال: وما كان متعلقا بحقي فإني قد عفوت عنه. هذا هو ملازمة العدل حتى في الخصومة، وهكذا أيضا مع الآخرين. فكان ابن مخلوف المالكي بعد ذلك يقول: ما رأينا أفتى وفي نسخة أتقى لله من ابن تيمية. قال: بذلنا ما أمكننا في قتله، فلما تمكن منا عفى عنا. هذه أخلاق الصالحين الذين لا ينتقمون لأنفسهم، وإنما يكون غضبهم لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، لا كحال كثير من الناس الذين يغضبون لدنياهم ولا يغضبون لدينهم. فإنه يغضب إذا اعتدي عليه في حقه أو قصر في حقه، لكنه لا يغضب لله سبحانه وتعالى. يرى المعاصي والمنكرات في بيته، في أولاده، في جيرانه، ولا يتمعر وجهه من أجل الله تعالى، لكنه يغضب ويتمعر وجهه
إذا أسيء في حقه وإذا أسيء في حق الله أو قصر في جنب الله تعالى فإنه ربما لا يبالي بذلك. إن الغضب كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، منه الغضب المحمود الذي هو الغضب من أجل حرمات الله تعالى، ومنه الغضب المذموم الذي يجر صاحبه إلى معصية الله عز وجل. أما الغضب المحمود أن تكون عندك غيرة على الإسلام، وأن يكون عندك بغض للمعاصي والمنكرات، فهذا مما أوجبه الله عز وجل عليه. روى أبو داود من حديث العرس بن عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المعصية إذا عملت في الأرض قال: كان من شهدها وأنكرها كان من أنكرها كمن لم يشهدها، قال: وكان من رضيها كمن شهدها. إن الرجل إذا عملت معصية في الأرض وأنكر هذه المعصية بقلبه كأنه ما حضرها، وأما من رضي بها فكأنه حضر تلك المعصية وكأنه عمل بها عياذا بالله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن تكون عندنا الغيرة ويكون عندنا الغضب، لكن من أجل حرمات الله تعالى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في مقدمة المسجد فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وحكها بيده عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن الله سبحانه وتعالى حيال وجهه، أي يكون بصاقه إما عن يساره أو إذا كان في تراب أو مكان خال وكان عنده تراب فليكن بصاقه تحت قدمه. هكذا يرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان غضبه من أجل الله سبحانه وتعالى ولم يكن انتقاما لنفسه عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، أي فيه شيء من الصور، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هتكه وتمعر وجهه وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورين، أو قال: الذين يضاهون بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلنتأسى به معشر طلبة العلم، أن نكون عندنا الحلم، وأن يكون عندنا الصبر، وأن يكون عندنا الرحمة بالآخرين، وأن يكون عندنا كذلك العفو عن الآخرين، وأن يكون غضبنا إنما هو من أجل الله سبحانه وتعالى. ومواقف العلماء كثيرة الذين كانوا يحلمون عمن أسيء إليهم، ربما طعن فيه، وربما كفره، وربما فسقه، وربما أخرجه من دائرة السنة، ثم بعد ذلك يعفو ويصفح من أجل الله تعالى ولا ينتقم لنفسه، وإنما يكون غضبه لله وولاؤه لله وبراؤه لله سبحانه وتعالى. أما ما كان يتعلق بنفسه فإنه يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه، وإنما يكون انتقامه من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو هدي الأنبياء، وهذا هو هدي الصالحين، وهذا هو هدي العلماء الربانيين. فليكن لنا بهم قدوة، أن نتحلى بالحلم، وأن نتحلى بالصبر، وأن نبتعد عن خطوات الشيطان وعن المعاصي ما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى يدوم لنا الاستمرار في طلب العلم، وحتى ننجح في هذه المهمة العظيمة التي هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين تحلوا بالورع الذي هو فعل الواجبات والذي هو فعل المستحبات، وهكذا أيضا ترك المحرمات وترك المكروهات. فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فلا ترضى لنفسك يا طالب العلم إلا أن تكون من السابقين للخيرات. منهم ظالم لنفسه الذي قصر في الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومنهم مقتصد الذي اقتصر على فعل الواجبات وهكذا على ترك المحرمات، ويرتكب المكروهات ويتساهل بالنوافل والمستحبات، ومنهم سابق بالخيرات. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. من هو السابق بالخيرات؟ الذي فعل الواجبات وفعل المستحبات
والذي ترك المحرمات وترك أيضا المكروهات، هذا هو السابق بالخيرات، وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. وهكذا بالأخص من كان داعيا إلى الله ومن كان طالبا للعلم، فإنه من أحوج الناس إلى أن يكون من السابقين للخيرات، أن يكون محافظا على ورد من القرآن يتلوه بنية الحفظ، وهكذا بنية التعبد لله بذلك. لا يكن نيتك أن تحفظ القرآن فحسب، وإنما تحفظ الصفحة أو تحفظ القرآن بنية الحفظ، وهكذا أيضا بنية التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وبنية أيضا أن تعالج أو أن تعين نفسك على أن يذهب عنك ما في قلبك من الأمراض بسبب تلاوتك للقرآن الكريم، أن تكون حريصا على قيام الليل، وهكذا أن تكون حريصا على ذكر الله عز وجل. كان العلامة العثيمين رحمه الله فيما نقل عنه أنه قال: ما تركت هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة، يعني في الحديث أنه كانت له عتقا من الشيطان، وكان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال: ما تركت هذا الحديث مع كثرة أعماله ومع كثرة ما يقوم به من الخير، لكنه عمل بالعلم، فإذا رتبنا أوقاتنا فبإذن الله تعالى نقدر على أن نعمل أعمالا كثيرة. وأنت في مرحلك أو في ذهابك إلى بيتك أو إلى متجرك أو إلى السوق أو هنا وهناك، بإمكانك أن تردد هذا الذكر 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا أصبحت تستغفر الله 100 مرة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند الطبراني رحمه الله بإسناد حسن: جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن قوم جلوس، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أستغفر الله غداة كل يوم 100 مرة، فاحرص على أن تكثر من ذكر الله، على أن تكون متقربا إلى الله بالنوافل بالإكثار من الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهكذا بقية الأذكار، حتى تكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى والذاكرات. فإن من بركة العلم أن وفقك الله سبحانه وتعالى للعمل بالعلم، وإلا صار حجة عليك عياذا بالله. كان أبو هريرة فيما ثبت عنه كان أبو هريرة يسبح الله في اليوم 12,000 مرة 12,000 مرة، ويقول إنها على قدر ذنوبي أو قال على عدد ذنوبي. هذا أبو هريرة الذي ملأ الدنيا علما، ولا زال الناس من عهد التابعين وإلى ما شاء الله وهم على المنابر وهكذا في المجالس يترضون عن هذا الصحابي الجليل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يترضون عنه لما نشره من الخير. كان يسبح الله في يومه 12,000 مرة. هذا هو العمل بالعلم، الإكثار من الذكر، من تلاوة القرآن، من قيام الليل، من صيام النوافل، حتى تكون بإذن الله من السابقين، وحتى يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في عمرك وهكذا في وقتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.